واحد عمل برنامج لطيف يدينا برضو فكرة ويضع على المسلمين مسؤولية، وهي مسؤولية التعليم، انه بدل ما يروحوا يفجروا هنا ويعملوا هنا كده، في عايزين نعلم الناس. نزل في بعض القرى في مصر هنا وسأل الست: انت عارفة الفتحة يعني ايه؟ قالت له: اه الفتحة اللي في الحيط. قال: لا لا، الفتحة اللي احنا بنقراها في الصلاة. قالت له: والله يا ابني ما بصلي. قال: طب تعرفي النبي بتاعنا اسمه ايه؟ قالت له: اظن اسمه محمد، اظن اسمه محمد. قال لها: طب امال ابو بكر؟ قالت: ايوه هو ابو بكر ده. اذا الجهل وصل الى هذا. صحيح. هل ده احنا بنقول؟ ولذلك شوف العلماء لما يعملوا كده يقول: إلا من نبت في بلاد غير المسلمين، زي بتاع الزنا ده والبت اللي كانت يتعلم، زي الراجل الإيطالي ده اللي مش واخد باله يعني إيه وضوء، يعني إيه نقض وضوء، نعلمه. أو كان في شاهق جبل، أنت واخد بالك، يعني في غابة، في شاهق جبل، في قرية ما دخلهاش حد ولا علمهم حد. إحنا عندنا في مصر 4200 قرية تتبعهم توابع، عزبة من شات، كفر، مش عارف ايه كذا، 30,000 او اكتر شوية، 650 منهم ما فهمش ولا مدرسة الى الان، 650 تابع من القرى ما فهمش ولا مدرسة. يبقى انا ورايا مسؤولية كبيرة قوي ان انا اعلم الناس دي، وتعليمهم سهل جدا، وتعليمهم لامور بسيطة. فهل أحكم يا ترى على هؤلاء الناس؟ والعيني الفيديو تلاقيه في اليوتيوب اللي أنا بقول لك عليه ده هو، وحاجة ما لهم عارفين الخلفاء الراشدين، ولا هم عارفين يصلوا إزاي، ولا هم عارفين يتوضوا إزاي، ولا هم عارفين قرآن يعني إيه، ولا فتحة يعني إيه، ولا كذا إلى آخره، ولا هم عارفين حاجة خالص. وبعدين بنسأله: وأنت مسلم؟ قال: ايوه انا اسمع الكلمه دي، اسمع الكلمه دي ان انا مسلم، يعني امال انا ايه؟ اذا يعني دي حته مهمه في معرفه هذا البتاع. يحكي لنا الرحاله الاوائل انهم في بعض البلاد لما دخلوا لقوا ناس معزوله في الجبل، ما حدش راح لهم ولا حد كذا الى اخره، وكانوا على سلوكيات غريبة جدا، من ضمنها ان الشباب في 30 شاب، كل واحد من الشباب 30 اللي معيناهم القبيلة دي او المجموعة دي يصوم يوم في رمضان، ادي صيام رمضان، مش كل الناس تصوم، والستات مش محجبة، ومش عارف الايه. الناس دي كانوا بيروحوا لهم بالبنسلين والاسبرين، ده يعني غايه المراد من رب العباد. يعني ليه؟ لانه هم الفارماكولوجي ما دخلتش عندهم اطلاقا، ولا حكايه الادويه وكده. انا عايز اقول لسيادتك ان هذه البلاد اللي دخلها الاسلام ثم نسيت او كذا، يبقى زي ما بيقول العلماء او شاهق جبل. نعم. يعني مش معانا. نعم. احنا معانا البلاد بتاعتنا دي، آدي المعلوم. نعم. من الدين بالضرورة، وهو الذي لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان. نعم. وإذا تناطح يبقى دي مسؤولية العلماء أن يعلموهم. نعم. لا أن يكفروهم. بعض الناس بيكتب غلط إنه المعلوم دي من الضرورة الذي يكفر منكره. أيوة، يكفر منكره قاصدا عالما مختارا، لازم ثلاث شروط: إنه يكون قاصد الإنكار، بيقول لا الخمرة حلال وانا عارف حرام يعني ايه، وعارف ان انتوا بتقولوا انها حرام لكن انا بقول انها حلال. نعم. ويكون قاصدا عالما، عالم بكيفية الحكم وبالادلة الى اخره، ومختارا، ما حدش اكرهه انه يقول كده. فاذا توفرت الثلاثة دول يبقى هو بيقول دين غير دين الاسلام.